الأخ وزير الداخلية، نعم رئيس الوزراء. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الأخ الرئيس، شكرا للإخوان الأفاضل. أنا سعيد جدا فعلا، وما في خلاف، في وجهات نظر بسيطة متقاربة. لذلك الجلسة اللي طافت طلبنا أسبوعين عشان الأخوة الأفاضل اللي عنده ملاحظات أو يضيفها. أشكر الرئيس وأعضاء لجنة الداخلية والدفاع وكل من تقدم في مقترح. لو سمحت أخ سعود، عفوا الأخ الوزير، لو سمحتوا الأخ سعود، الأخ الوزير لو سمحتوا. تفضل. اللي أحب أوضح للأخوة، هذا قانون لمدة سنتين. أخ الرئيس، الفكرة من هذا القانون لمدة سنتين، الفكرة من الأربعة أشهر اللي سوف تمنح إن شاء الله بعد ما تفضلون في إقرار هذا القانون. هنا المحك، هنا عشان أنا لما يكون عندي سلاح أفكر ما هي عقوبتي إذا ما يتقدمت في الأربع أشهر اللي لا اسمك ولا نحتاج منك تعهد ولا نحتاج منك شيء. فأنا مع التشدد، لكن خليتها كلها للزملاء، واشكر الرئيس والاعضاء اللي اجتمعوا يوم خميس وجو ممثلي الداخليه وحطوا وجهه نظرهم، وكنت واضح وياهم لا تمطلون اكثر او تاخرون القانون، سمعوا وجهات نظر الاخوان وكانوا متعاونين وجزاهم الله خير. الفكره منها انا عشان اعطي هالاربع اشهر المهله ابطالع منه شنو العقوبه اذا ما سلمت بالاربع اشهر، هنا لازم تكون رادعه. هذه بس وجهه نظري والامر لكم. شكرا. شكرا.